صباحكم بالخير وين ما كنتوا عم تحضرونا، وبتمنى لكم تقضوا معنا ساعتين حلوة من الوقت مع آخر مواضيع الساعة وضيوف بتحبون وبتنطرون. بنبدأ أولى فقراتنا من غرفة عمليات التحكم المروري تنعرف أكثر عن وضع الطرقات اليوم مع المعاون الأول ميلاد عزيز. صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. ميرسي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شو بتخبرنا اليوم عن وضع الطرقات ومع التحركات الشعبية اللي عم بتصير على الأرض؟ بالمبدأ مع كل صباح أحد عم تشهد حركة الطرقات، حركة جدا خفيفة. مداخل العاصمة ثلاثة عم يشهدوا حركة أقل من طبيعية، ما في عنا أي عوائق لحد هلأ، ما تسجل قطع طريق غير على أوتوستراد العبدة طرابلس محلة المحمرة بالاتجاهين، وغير هيك الطرقات كلها بعدها مفتوحة لحد هلأ. يعني إن شاء الله بتضل مفتوحة أمام كل المواطنين ويتنقلوا اليوم كمان بحرية. بدي أتشكرك كتير. صح صح صح، بس بدي ألفت نظرك للطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج والجليد. في عنا طريق جرد مربين الهرميل، طريق عيون سمين حدث بعلبك، وطريق عينات الأرز البقاع بعده مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. مخالفات السرعة الزايدة اللي تسجلت ضمن الـ 24 ساعة عددها 166 مخالفة سرعة زايدة. أما الحوادث فتسجل عنا ضمن الـ 24 ساعة الماضية 6 حوادث نتج عنهم 9 جرحى. هيدا كل شيء حتى الساعة. يعطيكم ألف عافية، ميرسي إلك. وبنتوقف هلأ مع برج اليوم جمانة وهمة. صباح الخير، واليوم 7 مارس 2021، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، كأنك عم تتعامل مع عدة جهات مهنية بوقت واحد، ولكن لربما تتعرض لأزمة مقصودة والهدف منها هي تغيير أهدافك. وأما عاطفيا عم نشوفك جاهز لمواجهة الشريك لتحكي له كل اللي بقلبك بدون أي تردد، بالرغم من حرصك على عدم خسارته. مولود برج الثور، حالة من الإحباط وعدم الرضا عم بتسيطر عليك بسبب الجمود والتغييرات السلبية اللي عم بتحاصر حياتك المهنية. وأما عاطفيا تغييرات إيجابية رح تلاحظها بالفترة القريبة جدا، بالرغم من معاكسة الظروف لإلك لفترة طويلة. مولود الجوزاء، الحسد والنوايا السيئة ممكن تستهدفك مباشرة أو تستهدف موقعك في العمل، وتبدو جاهز للرد عبر تجربة مهنية جديدة. وأما عاطفيا عم تعمل المستحيل لإتمام هدف ابتديت فيه، قد يكون مرتبط بمصيرك العاطفي مع الشريك. مولود برج السرطان، عم تتحرك على إنجاز هدف مهني جديد وكل تركيزك عليه بالوقت الحالي، بالإضافة لخطوة مرتبطة بالسفر قبل للتنفيذ. وأما عاطفيا تجاوب الشريك معك رح يساعدك على تجاوز بعض العرائيل المرتبطة بحقوق سابقة خاصة فيك. مولود الأسد، مشاكلك المهنية ما عم تتوقف، وخصوصا مع أحد الزملاء يلي عم يتقصد يشوش عليك أو محاسبتك على دوام عملك أو حتى على أدائك المهني. وأما عاطفيا مخاوف الشريك ما إلها أي مبرر، ولكن الظروف المحيطة فيكن عم بتعقد العلاقة أحيانا. مولود العذراء، الفلك عم يتحدث عن اختلاف بالرأي مع بعض المسؤولين في العمل، وتوقع عرض عمل جديد غير العرض السابق. وأما عاطفيا ابتعد عن تقديم التنازلات العشوائية للشريك لتتخلص من ملاحقته لإلك على كل شردي وواردي ومطالبه ما رح تتوقف. مولود الميزان، ابتعد عن الأعمال الخاصة الغير مضمونة النتائج، وفكر بأهداف جدية أكثر، واجتهد على تطوير وظيفتك الحالية. مولود العقرب، لربما تفاجئك ظروف مهنية مستجدة بدون ما تعمل حساب، وتوقع تصعيد لبعض المشاكل بسبب أحد المسؤولين في العمل. وأما عاطفيا يبدو أنك بحاجة لتتأكد من جدية مشاعر الشريك تجاهك كجديتك معه أنت. مولود القوس، ترك وظيفتك أمر وارد عندك، ولكن الوقت غير مناسب لهذه الخطوة، وتبدو مهتم بمشاريعك الخاصة أكثر من أي شيء تاني. وأما عاطفيا كأنك عم بتعيش حالة من الانفصال النفسي والعاطفي بعلاقتك مع الشريك. مولود الجدي، عم بتركز على الحلول المالية بكل ثقة، وتبدو مستعد لترك وظيفتك الحالية والدخول بتجربة مهنية جديدة. وأما عاطفيا للعازبين تحديدا لربما ينشغل قلبهم بشخص جدي، وأما المرتبطين رح
تتوصلوا لتفاهم جديد مع الشريك. مولود الدلو عم تشعر بالارتياح النفسي من التطورات المستجدة في العمل، ولن يصعب عليك منافسة أطراف موجودة على الساحة المهنية، بالإضافة لمتابعات بتتعلق بوضعك المالي. وأما عاطفيا عم نشوفك متفاجئ من تصرفات وتصريحات الشريك الخالية من المشاعر الحقيقية تجاهك. مولود الحوت عم تتحرك بكل الاتجاهات لاستعادة حضورك وهيبتك على الصعيد المهني، وتوقع لقاءات واتصالات مهمة بانتظارك. وأما عاطفيا عم تتحسن الأجواء العاطفية تدريجيا، وكأنك عم بتراقب تصرفات الشريك من بعيد لبعيد. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. لاقوني بكرة بتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي. وهلأ منكون مع ترندي وحسن عياش. صباح الخير يا حسن. صباح الخير زينة، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. اليوم طالعين معك من عبر زوم لأنه بتعرفي وضع الطرقات. ايه انا كنت ناطرتك اليوم بالستوديو. من زحلة لكل المشاهدين. صحيح، ميرسي لك حسن. شو اخر اخبار السوشيال ميديا لعنا اياها اليوم؟ في عنا اخبار متعددة، فحنبلش بالخبر الاول. اوريت اول خبر بيتعلق بزيارة بابا فرانسيس الى العراق. هبطت زيارة بابا فرانسيس يوم الجمعة الماضي بمطار بغداد ببداية زيارة تاريخية هي الاولى لحبر اعظم للعراق، حامل معه رسالة تتضامن لأحدى أكثر المجموعات المسيحية المتجذرة بالمنطقة ويلي عانت ظلم واضطهاد، لعقود وساعي لتعزيز تواصله مع المسلمين. البابا توجه للصحفيين يلي كانوا معه بالطيارة وقال لهم: أنا سعيد باستئناف السفر بعد 15 شهر ما غادرت فيه الفاتيكان بسبب جائحة كوفيد-19، وهي الرحلة جزء من واجب على أرض معذبة من سنين. يعني هالزيارة هي زيارة بابا فرانسيس الأولى خارج العراق، هي زيارة تاريخية مفصلية. يعني هالزيارة بنشوف في رسالة أمل لكل الشعوب. مزبوط مزبوط حسن، مثل ما عم بتقول، وقد ايه نحن اليوم بحاجه كنا لهيدي الزياره لكلنا نقول انه نحن كل الطوائف وكل الاديان متوحدين مع بعضها، وكلنا عنا اذا بدنا بدياناتنا الحب والمسامحه، ولنبني مجتمع افضل دائما كل ما نجتمع مع بعضنا. بقى اكيد انه زياره تاريخيه. وعفوا، في كثير توقعوا انه البابا يلغي زيارته خاصه بظل جائحه كورونا، وخاصة بعد التفجيرين الانتحاريين اللي صاروا بساحة الطيران بوسط بغداد الشهر الماضي. بس البابا أصر أنه يزور العراق، وهيدي رسالته كانت أنه رغم كل الصعوبات رح يكون موجود بالعراق ليك يوحد هالشعوب بين بعضها. وخاصة أنه هذا حلم فاتيكاني قديم كان للبابا يوحنا بولس الثاني، كان بده يزور العراق سنة 2000 ولكن ما قدر بسبب ظروف الحصار اللي كانت على العراق بهذا الوقت. صحيح. خلينا ننتقل هلا للخبر الثاني. الخبر الثاني بيتعلق بالممثلة دينا الشربيني، وخاصة بعد ما شاركت الفنانة متابعية عبر صفحتها على فيسبوك فيديو من مسلسلها زي الشمس يلي بيحكي عن الخيانة. وعلقت الشربيني على الفيديو: لما الخيانة بتيجي من أقرب الناس ليربط متابعية كلامها بانفصالها عن الفنان المصري بسبب الخيانة. بيذكر أن الشربيني رجعت لممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد بعد مرور فترة على انفصالها عن عمر دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود. يعني كنا منشوف هلأ عم نشوف دينا الشربيني بعد ما نشرت هذا الفيديو عم ترجع لحياتها، وخاصة أنه إذا بنرجع شوي على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة للممثلة دينا الشربيني بنشوف أنه قد ايه كانت، يعني فيك تقولي، مهووسة أو متعلقة بالعلاقة يمكن اللي بيناتهم. وهون بنشوف كمان حسن قد ايه هيدا الخبر اخذ ضجة كثير كبيرة، يمكن كمان لأنه ما في شك بنجومية الفنان عمرو دياب، بس كمان قد ايه الأشخاص اليوم يمكن على الزهق أو على القعدة بالبيت عم بتتابع الأخبار بالتفاصيل، وكل العالم قاعدين على السوشيال ميديا، بقى صار كأنه خبر يعني ساعة انفصالهم. صح
صحيح. اما الخبر التالي بيتعلق كمان بالفنان عمرو دياب، وخاصه بعد ما اثار النجم المصري جدل واسع بعد ان لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداده حلق باذنه اليسرى، مما اعتبر البعض عم يتشبه بالنساء وتعديه على عادات المجتمع الشرقي، واتهموا عمرو دياب بالتخلي عن رجوليته. اف يعني ما بعرف قد ايه هيك انتقادات يمكن بمحلها او مش بمحلها. نحن يعني خاصة معودين على الفنان عمرو دياب انه دائما هو ان كانت اطلالاته او ترندي دائما هو خير شوي. صحيح صحيح. ننتقل للخبر الرابع حسن. خبرنا الرابع بيتعلق بالفنان سعد المجرد، بعد ما امرت محكمة الاستئناف بباريس بإعادة محاكمة النجم المغربي سعد المجرد بتهمة اغتصاب شابة بسنة 2016، واعتبرت المحكمة بأنه توصيف الاغتصاب مش الاعتداء الجنسي هو يلي بينطبق على هالقضية. وكانت قضية سعد أحيلت بسنة 2019 لمحكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق يلي خفف التهمة بوقتها وصنفها ضمن خانة الاعتداء الجنسي والعنف مع أسباب مشددة للعقوبة. يعني كمان هالخبر قد ايه اخذ كثير من يعني المشاورات بين الناس وبين المحاكم وسعد المجرد، وبعد لليوم ما بنعرف عن جد قد ايه هو مظلوم وقد ايه يمكن اوقات السوشيال يعني ميديا كمان والاخبار. هلا بعد شوي مش موضح كثير الصوره، ودهنا عم ترجع الخبريه للوجهه من اول وجديد. يعني ايه يمكن هيدي نوع من محاربته، يمكن لانه هو عم قدر يعمل اسم كتير كبير بفتره قصيره، بس كمان بعمل كتير مواظب. يعني بينزل حتى ميوزك فيديو او حتى شيء دائما بيتعرض لهجوم الفنان سعد المجرد. صح، يمكن لانه شوي مختلف كمان حسن، يعني ستيله وطريقته بالغنى منه شخص عم بعيد حاله او عم بجرب يقلد حدا، بالعكس دائما عنده طريقه خاصه، وهذا الشيء يمكن اوقات بيستفز اشخاص معينين بجربوا يحاربوا بطريقه مش حلوه. اكيد. خبرنا الاخير لليوم بيتعلق بالفنانه اليسا وبالاعلاميه بقناه الجزيره روعة وجه. أثارت إعلامية بقناة الجزيرة الجميع بوصفة مدينة بيروت بالقبيحة، إلى أن رد إليسا ودفاع عن وطنها إلى كان بالمرصاد. وبالتفاصيل ردت الفنانة إليسا على الإعلامية اللبنانية بقناة الجزيرة روعة وأجاب بعد ما وصفت مدينة بيروت بالقبيحة بتغريدة إلها بتويتر. وجاء بتغريدة روعة: بصراحة لن تعجب كثيرين، بيروت مدينة قبيحة. لترد عليها إليسا وقالت: صح رأيك، ما بيعجب كتار، وكنت بتوقع من شخص بموقعك بيحترم مشاعر غيره وتعلقهم ببلدهم، وما بتوجه بهالكلام الجارح. بيروت أحلى مدينة بعيوني وعيون الناس كلها، القباحة وجهة نظر بتنعكس من جوات الإنسان. يعني هون نحن لازم نشوف أنه الإعلام حتى ما لازم يكون يعني أكيد، ونحن يعني طلع على إليسا يعني إليسا خير مين حكى عن لبنان وعن جمال لبنان، نعرفها قد ايه هي شخص صريح وعفوي دايما، وبغض النظر يعني عن هيدا الرأي اللي يعني يمكن ما بيمثل إلا شخصها كمان، لما يصير في هون نوع من إجماع على هيدا الموضوع حكي ما بينحكى. وبالنهاية بيروت هي فينا نقول من أحلى، مش من أحلى، هي يعني اكيد هي منارة الشرق، وهي معروفة انه كل الدول العربية بحبوا يجوا يزوروا بيروت لانها بتتمتع بجمال خارق مش بس عادي. انا بدي اتشكرك كثير حسن على كل هالاخبار الحلوة اللي خبرتنا عنها، ومنشوفك ان الله رد جمعة الجاي، وهلا منكون مع الموضة. بونجور شانتال. بونجور زينة، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ كثير منيحة، أنت كيف؟ الحمد لله. اليوم الموضوع كثير كثير مهضوم، وبعتقد أنه بهم كل الصبايا والشباب اللي عم يحضرونا، لأنه كلنا منضل قاعدين على السوشيال ميديا ومنضل عم نشوف الستايلز يعني والترندز اللي نازلين. كنا قبل يمكن نفوت على أبليكيشنز معينين، اليوم صارت السوشيال ميديا كافية أنه تفرجينا شو الأشياء الدارجة وكيف فينا نلبسهم. خبرينا شوي شانتال عن هذا الموضوع.
صح. اليوم بدنا نحكي عن السوشيال ميديا ترندز اللي كانت كثير فايرل هذا الموسم، لانه هذا الموضوع فارض حاله اذا بدك، زينا مجبورين نحكي عنه لانه خلص قوه السوشيال ميديا هذه الفترة صارت عم بتأثر بطريقة كتير قوية على الموضة. كنا قبل إذا بدنا نشوف شو دارج ونتابع الترندات نشوف العروض الأزياء اللي نزلت أو نشوف المجالات، بينما هلأ بتفتحوا الابليكيشن بتشوفوا تيك توك، بتشوفوا انستغرام، بتتابعوا الفاشن بلوجرز والانفلونسرز وبتشوفون هن شو لابسين وبصيروا يتأثروا فيهم العالم والمتابعين، وحتى انه البراندات عم تستعين فيهم كمان ليعملوا ماركتينج اكبر لقطعهم. اليوم بدنا نحكي عن ترندز كانوا فايرل انتشروا بطريقه كثير قويه على السوشيال ميديا. انا ركزت شوي على تيك توك وانستغرام لانه هولي اكثر ابلكيشنز هلا قويه ونحن بنتابعهم. صح، ودائما بنحس انه هدول الابلكيشنز الاثنين يعني دائما حتى بصير في نكته على الموضوع انه بعاد عن الدنيا، انه دائما فيهم حياه ودائما فيهم رقص ودائما فيهم فاشن. صح مضبوط، خاصه تيك توك، يعني تيك توك هذه الفتره كثير قويين وكثير عم بيكون في اغلبيه العالم موجوده فيه. صح. وبتحس حتى زين الاشخاص اللي منا قويه على السوشيال ميديا كأنه عم ينمحي وجودها، يعني بدك تكوني مجبورة تكوني قوية على السوشيال ميديا لتكوني حاضرة هذه الفترة بالموضة بكل المواضيع أصلاً، لأنه العالم هذه هي الطريقة الوحيدة اللي بتتواصل فيها وبتشوف فيها الأشياء اللي دارجة أو تحكي فيها عن شو ما كان، خاصة على تيك توك. اليوم رح نركز على هول الاثنين أبليكيشنز ونحكي عن الترندات اللي كانت فايرل عليهم. رح بلش بأول ترند لليوم يلي هو الستايل اللي كان دارج حوالي سنة 2000 year 2000 style، اللي كان على قد إذا بدك من 20 سنة هيدي الفترة اللي كنا نلبس فيها كتير مثل السيلابريتيز والبوب ستارز اللي كان دارج فيها ستيل باريس هيلتون وبريتني سبيرز، الجينز التاي باس، التياب اللي كانت كتير جيرلي. إذا بتتذكري هيدي الفترة حتى وقت نزلوا الفيومة مثل ليجلي بلوند اللي كان دارج البنت شوي تلبس هيدا ستيل الباربي. مزبوط، تلبس كثير الالوان البينك والبيربل والفارو البينك بالسياره، يعني كان في فاز اذا بدي جيرلي هيدا اليونج هيك الفريش. حتى بنحس شانتال انه حلو لانه بنقدر نحن بالخزانه عنا نمزج الاشياء اللي عنا اياهم لنعمل هيدا اللوك، يعني كلها عنا يمكن مزبوط. جينز ما حيلا توب كولرفل وهيك وفينا نعمل هيدا اللوك المهضوم. يعني هلا ما بقى فيك تشيلي قطعه من خزانتك وتقولي انه هيدي ما بقى دارجة، عم ترجع تدرج القصص خاصه من ورا تيك توك فيهم يركبوا لانه حيالها فيديو هن بدهم اياه من حيالها فيلم او حيالها غنيه وبيجربوا يلبقوا ترندز عليهم. ومن الترندز كانت هيدي الفتره يلي هي الير 2000 اللي كان دارج فيها حتى الاوفر سايز روك اند رول تي شيرت، جينزات الدنم الواسعين، جينزات التايباس مثل ما كنا عم نحكي هلا، هيدا ستيل بهيدي الفتره كثير عم نرجع نشوفه على تيك توك هيدي الفتره. ثاني ترند بدي احكي عنه اليوم هو الفانكي بانتس. ما في بقى بنطلون غريب عجيب هذا الموسم، كثير دارج انه تلبسوا هيدي البنطلونات القويه، الالوان القويه، البرنتس القويه، نيوز بيبر برنت اللي عم بتشوفوها اللي درجها جون غاليانو، الهيبي بانتس اللي بيجوا هاي ويستد وواسعين، البنطلونات اللي بتجي خصره عاليه واسعه كثير وملونه كثير، كل هول البنطلونات كثير دارجه بهيدا الموسم. وبتحسوا كمان كل ما اول برنت وكل ما اول كولرز كل ما عم بيكون فانكي اكثر وعم بياخذ ضجه اكثر على السوشيال ميديا مع الفاشن بلوجرز والبنات. حتى الزيبرا برنت اللي عم تدرج بكل الالوان مش بس باللون الاسود والابيض، عم بتكون على بني وعلى الوان قويه، كثير دارجين هول البرنتس على البنطلونات وعلى الجينزات. ورح نشوفهم كمان هلا بموسم الصيف بالالوان القويه، يعني الاخضر والبينك والاصفر، هيدي الالوان اللي كثير قويه ما كنا نلبسها قبل على الجينزات، رح نبلش نلبسها هيدي الصيفيه بهيدي الالوان الفاقعه اللي دارجه. ايه هلا حلو هيدا الشيء يا شانتال، لانه بتحسي هيك انه نحن مرقين بفتره كمان كل شيء حوالينا هيك بشع، فبتلاقي انه التياب اوقات ممكن يعطوا بوزيتيفيتي بس يكون في كثير برنتس والوان بالصوره، بتحسي انه هيك في حياه
شوي اللي نحن محرومين منها، وهيك على القليل فيها نلبس شو ما كان، يعني شو ما طلع بنطلون قبل هالفترة. صح. بدنا أصلا هيدا ترند هيدا الفترة، بما أنه كنا باللوك داون بتحس كل الألوان وكل الترند عم ترجع تدرج، هي بس طريقة لبس، يعني هي ستايل كل شخص كيف عم يلبس هيدا ستايل على طريقته. صح، حتى أنه شانتال صار فينا نعمل ميكس لكذا برنت مع بعضهم، يعني قبل هيدا الشيء ما كنا كتير نشوفه، اليوم بقى هيدا أسهل على أنه ما كتير نتلبك شو ما نلبس، شو ما حطينا شو بدنا نلبس بيطلع. صح صح مزبوط، كتير عم بيكون في برينتس قوية دارجة هيدا السنة، والمونوكروم برينتس حتى، يعني ما بتحس انه في شيء اوت اوف ستايل هيدا الموسم. صحيح. كل شخص هو شو ستيله بطريقة اللبس عم بتكون أكتر الموضة. تالي ترند بدي أحكي عنه اليوم هو اللي كان دارج كمان كتير بالمونوكروم بالصورة اللي قبلها، مش السويتر بس، اللون البني اللي كمان كان دارج على جلد كتير، اللي شفناه كتير بطريقة قوية هيدا الموسم، مع أنه بطلت موضته على فترة طويلة، يعني آخر 20 سنة بتحس أنه خلص هيك نقزنا من اللون البني وما كنا نلبسه، ورجع درج هلأ بقوة على الشميزات وعلى لوكيت المونوكروم، وبتحس انه هذا اللون في له شيد معين لكل شخص، يعني انا بلاقيه كثير بيعطي شعر للبنات البرونات، شعرهم بني كثير بيعطيهم جمال، حتى البنات السمر يعني كثير بيلبق هذا اللون البني لهول الاشخاص، وكثير عم بيكون حلو وستايلش على المونوكروم ترند اللي بتلبسه فيه اللوك كله من نفس اللون. ايه هيدا اللون يمكن شانتال اللي كنا نقول عنه شوي قبل انه هيك للاكبر بالموديل فتره، ايه مضبوط ما كنا نلبسه مضبوط لهيك المتقدمين اكثر بالعمر، بس انا بتعرفي انا بحس انه ما بيلبق علي، مثلا انا شعري اسود ما بحس انه بيلبق لي البني، كل ما البس شيء بني برجع بغيره، بحس انه لا بده حدا يا شعره بني يا شعره اشقر اكثر ليعطي هيك اكثر للاشخاص البرونتس واللي شعرهم بني، انت بيلبق لك الالوان القويه، معروفه انه كثير بيلبق لك الالوان القويه مع شعراتك، خاصه انه انت عندك بشره بيضاء، بس هذا اللون كثير دارج هذا الموسم، مش بس من وراء السوشيال ميديا، دارج على الرانويز وكان ترند كثير قوي وبرز اكثر عند الفاشن بلوجرز، عم بتشوفوا كيف كثير عم يلبسوا اللون البني بالمونوكروم ترندز وبالاوتفيتس الشتويه. صحيح. الترند اللي بعده اللي بدنا نحكي عنه لليوم هو السويتر فيست. السويتر فيست هي الكنز اللي بتجي بلا كم، اللي دارجة هذا الموسم كتير فوق الشميزات الأوفر سايز، يعني هيدا السنة عم نشوف الشميز بكل اللوكات، عم يكون في ستايلينج للشميز بطريقة مختلفة. السويتر فيست الحلو فيها انه بكل سهوله بتلبسوها على شغلكم، بترجعوا بتلبسوها مع سكيرت قصيره وبوت او حتى مع هيل، وبيعطي لوك حلو تظهروا فيه بالليل. شانتال والاحلى من هيك انه فيك تاخذيها من خزانه جوزك مثلا، لانه بيكون دائما عنده هيدي الجينيه وبتكون اوفر سايزد عليكي، سو خلص ما بتتعذبي. مزبوط، هي درجة علينا هيك شوي تكون واسعه والكتف يكونوا قاشين، درجة على برنتس كمان كتير قوية هيدا السنة، كتير دارج الكارو والبرنتس على الكنزات وعلى البنطلونات وعلى كل شيء مثل ما كنت انت عم بتقولي، حتى انه دارج يكون في على طول ايفولات بالتوبات وبالسويتر فيست مثل ما انتو عم بتشوفوا هون. رح ننقل على ترند اللي بعده اللي كان كتير فايرل كمان لهيدا الموسم، يلي هو الساتن دريسز اللي كنا قبل نلبسهم اكثر بطريقه رسميه، يعني كنت تلبسوا ساتن دريسز مع كعب او مع ساندلز، بينما هيدا السنه وهيدا الموسم وحتى هلا بالصيفيه اللي جاي عم يلبس اكثر ككاجوال وير، يعني عم نلبسه مع سنيكرز مع ساكيت الوانها قويه على طويل على قصير، عم بيكون هيدا الفستان اللي بتلبسوه هيك بكل سهوله وحيالا شيء بتحطوه فوقه عم يلبق، البايكر جاكيت الجلد البليزرز ساتن دريس من الترندز اللي كثير كانت قويه كمان هذا الموسم على الانستغرام وعلى الفاشن بلوجرز، لانه كانت عم تتلبق مع كل شيء، يعني كان عم يزبط بكل اللوكات. صح، ومريح يمكن تحوله كمان على اللبس شانتال، وحتى انه قبل اول فتره صاروا يقولوا انه هو اللي كان هيدا معروف انه لباس النوم، يمكن انه الاشخاص ما كانت تلبسه بيومياتهم. صح، بس هلا صاروا عم يلبسون، حتى اذا نحط فوقهم مثلا شيء هودي تخبى صارت هيك كانه تنوره، عم يطلعوا اللوكات كثير حلوين. صح، انقلب اكثر على لوك كاجوال ودارج بكل الوان الساتان، يعني مش دارج بالوان محدده، دارج بالالوان الترابيه وبالالوان اللي كثير قويه، الساتن دريس كان كثير ظاهر هذا الموسم. حلو هذا الشيء بالصيف، يمكن شانتال مع البشره السمراء شوي بيعطي هيك، وهي ينلبس بالصيفيه وخفيف
بفتكر كثير رح نشوفه كمان هذا الموسم هذا الساتي، مع انه صار لنا سنه عم نلاحظ انه الساتن دريس كان كثير دارج وملبوس كثير بالكاجوال لوكس. من الترندات اللي كانت فايرل اللي انا ابدا ما بحبها هي البليتد سكيرتس اللي كانت كثير دارجه على اذا بدكم التينيجرز اكثر هذا الموسم، شفناها اكثر على تيك توك من على انستغرام، هول التنانير اللي كنا اذا بدكم نلبسهم على المدرسه بيجوا كارو. انت شكلك ما بتحبيهم لانه بذكروك بالمدرسه. بذكروني بالمدرسه، انا كنت كثير احب بالمدرسه. التنوره اللي كنت تجي كارو دارجه هذا الموسم مع هوديز ومع سنيكرز، كثير كان دارج البليتد سكيرتس وبعده دارج، عم نشوفه كثير على البنات التينيجرز على تيك توك بالالوان القويه. الترندات اللي كمان كثير قويه هذا الموسم بما انه كثير مركزين على الفينتج لوكس واللي كان دارج من 20 سنه، كنا هلا اخر فتره كل ما نكبر العوينات كل ما تكون ترندي اكثر، بينما هلا انعكست الاشياء ورجعوا درجوا العوينات الصغار مزبوط. والازازات الملونه كثير الاحمر والاصفر والبلو والشيبس القويه كثير الترينجولر الكات اي القوي بس على عوينات صغار، كثير دارج هذا الفينتج لوك اللي مثلا انا بفضله على ترندات السنه اللي كنا عم نحكي فيها الير 2000. انا بفضل هيدا الفينتج لوك تبع ال70s وال80s اللي كان كلاسيك واليجنت اكثر. وبتحسي انه اوقات اللونات في هو يعطيه هو في هو يعمل لك اللوك الكامل، يعني اذا كنت لابسه شيء مثلا اسود او هيك حطيتي جلاسز صفر او شيء خلص مانك بحاجه بقى لاكسسوارز، مانك بحاجه لشيء، بكون اللوك طالع هو بحد ذاته مهضوم. مظبوط، هيدي الفترة بتحسي كثير انه الاوتفيتس عم بتكون بسيطة ومينيمال كثير، وعم بيكون اكثر القوة بالاكسسوارايزنج وبهول الفينتج ايتمز اللي عم تنلبس فوق اللوكيت، حتى دارج الباندانوز اللي بتنربط على الراس، التشين نكلسز الذهبيات، هول كلهم فينتج لوكس كثير دارجين بهيدا الموسم. اخر ترند بدنا نحكي عنه لليوم على السريع بس شاطر لانه خلص وقتنا، بس يلا منقطع بعد هيدي اخر ترند رح نحكي عنه اليوم بسرعه، هو النيل ارت ترند، انه كثير دارج هذا الموسم انه يكون في نيل ارت على ضفير بيلبق على اللوكيت، حتى انه تكون الالوان مونوكروم فرنش المروس بالالوان القويه، السمايلي فيسز اللي عم تتلبق على الاكسسوارز. بالعاده ما كنا نحب انه نشوف هيدي الضفير المطبعه بس هذا الموسم كثير دارج مع لوكيتنا. أنا بدي أتشكر كثير شانتال على كل هالمعلومات الحلوة اللي عطيتينا إياهم، وهيك بنطلب المشاهدين ضلهم على السوشيال ميديا لأنه هن أكثر شيء عم يعطوا عن أهم ترندز موجودين. وهلا بنكون مع اسمع مني. دكتور إيفلين حتي، رئيسة قسم الطوارئ بالجامعة الأمريكية، بصبحك بالخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور إيفلين، يعطيك ألف عافية. يعني اليوم أنا وياك بقى نحكي عن موضوع كتير مهم، قد ما هو مهم قد ما هو بخوف بنفس الوقت، عن هجرة الطاقم الطبي، عن هجرة الأطباء الممرضين الممرضات يلي يمكن عم يلحقوا فرص عمل متوفرة بالخارج ومش متوفرة هون، يمكن مع معاشات أعلى بظل الوضع الاقتصادي الصعب اللي نحن عم نمرق فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه دكتور إيفلين أنه نحن كورونا بعد موجودة ويمكن رح يجي موجات بعد أصعب بما أنه الأرقام ما عم تنزل، وعم بيكون عنا نقص بالطاقم الطبي. خبرينا شوي عن هيدا الموضوع وكيف رح نكون نحن بالمرصاد لكورونا بالموجات الجاية مع هيدا النقص اللي عم بيصير. عم بتضوي أكيد على موضوع كتير مهم، يعني مع بالبلدان بقية البلدان من شهر لشهر عم بزيدوا هن إمكانية القطاع الصحي تبعهم، ونحن مزبوط أنه بأوائل المراحل لما وصل كورونا على البلد وعملنا الإغلاق أول ثلاثة أشهر فعلاً قدرنا نزيد الكاباسيتي بقطاعنا الصحي، خاصة فعلنا القطاع العام يلي من قبل كان نجلكتد مهمل، بس نحن طاقتنا الاساسيه 70% من طاقتنا هي بالقطاع الخاص، وقلعوا يعني فتحوا اكيد فعلوا كمان بالقطاع الخاص اسرا وحضروا حالهم شيئا ما ليستوعبوا حالات الكوفيد. بس نحن بوضع غير عن بقيه البلدان، انه وصلنا هلا على مرحله وبين معنا بجانيوري قد ايه حدود قطاعنا الصحي، ومن شهر لشهر
غير عن بقية البلدان مش عم نقدر نزيد، بالعكس عم نتراجع لعدة أسباب، ومن السبب الأساسي هو هجرة الأطباء والطاقم الطبي والطاقم التمريضي. يعني نحن حتى إذا عنا السرير وحتى إذا اشترينا أجهزة تنفس إضافية وحتى إذا أمننا المعدات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، من دون الرأس مال البشري ما فينا نزيد الطاقة. فنحن هلأ مقابيل خلصنا الإغلاق وهلأ عم نفتح البلد وفايتين على الاحتمال انه يكون في موجه ثانيه بالاعداد اللي عم نشوفها، احتمال وواقع رح يصير، بس رح نفوت على هذا الواقع بتحضير وتجهيز اقل من قبل. يعني دكتور إيفلين اليوم عم بتحسوا قد ايه في نقص بالمستشفيات ان كان بالجامعه الامريكيه لانه حضرتك موجوده هناك، بتحسوا انه العدد هالقد قل بالطاقم الطبي اللي كان موجود قبل واللي موجود هلا؟ أكيد أكيد، يعني بين الممرضات كل أسبوع الريزيجنيشنز واللي بتجي والحكمة عندنا فوق، أنا بالقسم تبعي صار بين الحكمة والممرضات على القليلة 30% أقل من 6 أشهر. يعني في هجرة لعدة أسباب مثل ما قلت، في أكيد الوضع الاقتصادي، بس غير عن الوضع الاقتصادي وعم بحكي كقطاع بكامله، ما عم بحكي عن مركز معين، بس نحن مثل ما قلنا الطاقة هي أكتريتها بالقطاع الخاص، والقطاع الخاص هلأ بالنسبة للمستشفيات أمام أزمة من ناحية المالية، ما عم بيقدروا يأمنوا المعدات ومن ضمن المعدات الحماية الخاصة، فعنا عدوى كبيرة بين بالطاقم الطبي بالمستشفيات. غير عن هيك أكيد القيمة المعيشية مثل بقية القطاعات كمان انضربت للممرضات وللحكمة، ومع أنه صرت هلأ إذا بدك تروحي وين ما كان كل الأسعار أكيد طلعت، بالقطاع الصحي بعض المستشفيات رفعت الأسعار بس مش بالنسبة لبقية السوق، فلما ما عم ولأسباب أكيد أساسية ما عم تقدر ترفع الأسعار لأنه بالنهاية هيدي شغلة إنسانية، بس بنفس الوقت هيدي عم تنعكس على معاشات الممرضات أكيد. يمكن دكتور إيفلين مثل كل البلد يعني كل القطاعات اليوم عم تتأثر بكتير عوامل، ومنها يمكن أنه المعيشات قد عم بتكون واطية، وبنعرف نحن أنه الأطباء والممرضين والممرضات بلبنان عندهم كفاءة كتير عالية وممكن أنه يشتغلوا بدول تكون معاشاتهم كتير أكبر، يمكن هيدا الشيء عم بيكون السبب الأساسي. طيب كيف رح نقدر نحن اليوم، حضرتك دايما بتحكي أنه رح يكون في موجات بعد أصعب، يمكن لأنه كمان في قلة وعي شوي من الشعب، لنكون شوي صريحين، يعني نحن اليوم هلأ فتحت البلاد عم نشوف أنه في تجمعات بشكل كتير كبير، في أكتيفيتيز حتى يعني نشاطات عم بيقوموا فيها أشخاص معينين، عم بيؤدي هيدا الشيء أنه يصير في يعني تقارب جسدي بين الأشخاص، يعني إذا فينا نقول يكونوا موجودين حد بعضهم، وهيدا الشيء عم بيؤدي لأنه يرجعوا يكتروا أعداد كورونا. كيف بدنا نعمل ما بين هيدا الشيء اللي عم بيصير على الأرض بين الناس وما بين النقص بالطاقم الطبي بالمستشفيات؟ مظبوط اللي عم بتضوي عليه، يعني هو التخالط الاجتماعي هو الشغلة الأساسية اللي ما نركز عليها، ووعينا لشو معنى التخالط الاجتماعي. يعني نحن في مفهوم انه اذا انفتح البلد والروحه على المطاعم والسهرات اكيد هيدي تلعب دور، بس حتى باغلاق البلد لما يضل التخالط الاجتماعي بالبيوت وحوالي المناسبات، التعازي، الاعراس، الخطبات، كله هيدا عم بكمل، هيدا كمان عم بشعل الانتشار يلي هيدي شفناها بكل البلدان، يلي حتى وقت الاعياد أغلقت كل القطاع الخاص تبعها وضلت الناس بالبيوت، إذا ضل التخالط بالبيوت ضل الانتشار والتزايد بالأعداد. يلي بدي أقوله أنه هيدا اللي هو التركيز اللي لازم يصير على التخالط الاجتماعي، خاصة بالأماكن يلي نحن دفاعنا من نزله،
يعني نحن لما نكون بين عيالنا أكيد نكون مرتاحين أكثر. ما ممكن نحن نفكر إنه خيي أما أمي أما بي ممكن يسببوا خطر لإلي، فنرتاح مننزل الكمامة وبصير في بنقرب على بعض، وخاصة حول يعني بدي أرجع ضوي، يعني هلأ أنت كان عندي مريضة عم بتقلي إنه حدا بالعائلة كان منصاب بالكوفيد بس كانوا بالبيت هن كلهم عازلين حالهم. قلت لها أوكي تمام، كيف عازلين حالهم؟ بالغرفة كل واحد لحاله، حمام لحاله، وقت الأكل شو عم تعملوا؟ وقت الأكل اللي بناكل سوا. سو هيدي النقطة بدي ركز عليها، وقت الأكل والتخالط على الأكل هو أخطر نشاط ممكن نعمله، لأنه بنكون منزلين الكمامة، بنكون عم ناكل وعم نتحدث والرزاز عم ينتشر على الأكل وبين بعض، بنكون عم نقطع أكل يمكن لبعضنا. وهون التوعية يا دكتور إيفلين لازم تصير، لأنه بعرف أنه نحن زهقنا، وبعرف أنه لبنان في وضع صعب اليوم، يمكن عم بخلي الأشخاص أنه يكونوا موجودين بمطارح مش بس للتسلية يعني، بس أنه هيدا الشيء عم بسبب خطر كتير كبير عليهم وعلى عيالهم. يعني عم ينسوا شوي أنه قدي الكمامة ضرورية، عم ينسوا قدي لازم يكونوا سبل الوقاية كتار وكبيرة، لأنه كورونا بعده موجود. يعني في أشخاص مفتكرين أنه خلص هلأ صار عنا الفاكسان، يلا شوي شوي كلنا رح نعمل الفاكسان ورح تروح. شو بنقول لهم اليوم عن هيدي الفترة الانتقالية ما بين الفاكسان اللي وصل وعم بيتم لأشخاص معينين، وقدي مهم أنه هيدي الفترة ننتبه بعد أكتر من قبل؟ أكيد أول شيء نسبة الفاكسين، الناس اللي أخذوا اللقاح بعدها كتير كتير قليلة بلبنان، فما فينا نتكل هلأ على مع أكيد هو الحل النهائي لنقدر نطلع من الأزمة، بس بهالمرحلة بعدها كل الإرشادات الوقائية لازم نلتزم فيها. بس هو مفهومنا لشو هي، كيف نلتزم، بدنا نرجع نضوي عليه، بمعنى اللي كنا عم نحكي عنه أنه قصة التخالط الاجتماعي حتى بالبيوت ويمكن أكثر بالبيوت من برات البيوت عم بسبب الانتشار وبدنا ننتبه عليه. وبدي ارجع اذكر انه نحن هلا البوزيتيفيتي ريت 20 فوق ال 20%، يعني من اللي عم بياخذوا عم بيعملوا الفحص 20% عم بيطلعوا بوزيتيف وما فوق. حتى نعتبر انه نحن بالمجتمع صار في 5% ناس عندهم كوفيد ومنهم مش حاسين انه عندهم كوفيد. هاي بتعني انه اذا بروح على عشاء اما عزيمه 20 شخص فيها، ممكن شخص واحد يكون عنده الكوفيد ومنه حاسس فيها، وهذا الشخص لما نكون حد بعض عم ناكل عم نتحدث الماسك بالبيوت نازله اكيد يسبب انتشار بهيدا التخالط. فنحن بوضع غير عن قبل الاعياد، صار نسبه الكوفيد بالمجتمع كثير منتشره. إذا بنعتبر بس 5% يعني لقاء فيه 20 شخص رح يكون فيه شخص عنده العدوى، ويمكن نحن ما حدا هو مش حاسس ونحن مش حاسين. وهلأ نحن مقابل أعياد عادة كتير تجتمع العياد والأصدقاء حواليها، بدنا نرجع نركز على هالنقطة حوالي إيستر حوالي رمضان وكل هالمناسبات يلي هي عادة مناسبات فرح وتخالط بمجتمعنا. هالسنة ما نضحي فيها، ما نضحي بالتخالط واللقاءات كرمال الناس اللي بنحبها. ودكتور إيفلين إذا بنحكي شوي اليوم بس لنفسر للعالم كمان عن الفاكسان اللي عم ياخذوه الأشخاص، الجرعة الأولى هي منا كافية صحيح للشخص إنه يرتاح، صح؟ إنه خلص إنه أنا عملت اللقاح وصار في أكون مرتاح. مظبوط، هذا سؤال بضلوا عم يسألونا إياه كثير، إنه من بعد أول جرعة صار فيني شيل الماسك؟ أكيد لا، في مناعة من بعد 12 نهار من بعد الأول جرعة، الجسم إجمالاً عم بيربي عم بيصير عنده مناعة الشخص، بس منا مناعة كافية. وحتى من بعد الجرعة الثانية لنوصل للهيرد اميونيتي مناعة القطيع مش رح نقدر ننزل ماسك لسببين. أول شيء يلي عم بياخذ فاكسين حتى من بعد ما يكمل الجرعتين ممكن برضه ياخذ العدوى، يعني يصير يلقط كوفيد بس ما يكون حاسس فيها، فممكن يعدي غيره. هذا السبب الأساسي، هذا أول سبب أساسي إنه ممكن نحن حتى لو أخذين اللقاح نعدي غيرنا وما نكون حاسين بأنه نحن مريضين. هذا السبب الأول. السبب الثاني إنه
لن يكون اللعنة ببرنامج اللقاح وجزء كبير فئة كبيرة من المجتمع أخذت الفاكسين، ممكن يضل في تطور بالسلالات يلي عم بتبين بالمجتمع. وهي السلالات، في سلالات هلأ عارفين عنها جديدة، وفي سلالات بالمستقبل ممكن تظهر. واللقاح هلأ على السلالات الموجودة فعال مبدئيا، بس على سلالات يلي ممكن تطلع من هون لنكون كلنا أخذنا اللقاح مش واضح شو حتكون فعاليته. فلنحمي حالنا من السلالات الجديدة يلي ممكن تطلع من هون ليكون أخذ فئة كبيرة من المجتمع اللقاح، لازم نحن كمان نحمي حالنا من ضلنا لابسين الماس. صح، يعني أنا كمان دكتور إيفلين بعرف قدي أنتوا عم تتعبوا اليوم لتحاربوا هيدا الفيروس، وبعرف أنه في مسؤولية كمان كتير كبيرة علينا وعلى كل الشعب أنه يضل عم يتوقع وما يرتاح وما يفكر أنه نحن صرنا بمرحلة منيحة، لأنه بعدنا بمرحلة سيئة ولازم نضل عم ناخد كل سبل الوقاية. أنا بدي أتشكرك كتير دكتور إيفلين حتى على كل هالمعلومات يلي عطيتينا إياها، وأكيد حنضل نشوفك بحلقات جارية. وهلأ مننتقل لمش غلط مع ساندرا فواز. مرحبا، كلنا سمعنا عن فيروس عم ينتشر بالصين اسمه فيروس نيبا، وهو أكثر شراسة من فيروس كورونا بعشرات الأضعاف، وبيقتل 75% من الأشخاص اللي بينصابوا فيه. وتحذيرات من إمكانية تحوله لجائحة عالمية بأي لحظة ناجم عن عدم استعداد شركة الأدوية لمواجهته. بحسب منظمة الصحة العالمية، فيروس نيبا هو مرض معدي غير شائع، واحد من 10 أمراض معدية بالعالم، وبيسبب أعراض شديدة مثل أزمة تنفسية حادة والتهابات والتورم الدماغي، وبيبلغ معدل الوفيات جراء الإصابة فيه ما بين 40-75%. بينتشر فيروس نيبا بين خفافيش الفاكهة، ومن الممكن ينتقل من الحيوان للإنسان وبين البشر عن طريق الطعام الملوث. ولهلأ ما في بعد علاج أو لقاح ضد هيدا الفيروس. كيف ظهر نيبا لأول مرة؟ بلش بماليزيا عام 1998 مرض مخيف أدى لموت عدد كبير من الخنازير، وأصابت عدد من الأشخاص اللي احتكوا بالحيوانات المصابة، وتوفي تقريباً نصف ملتقطي العدوى. نعرف فيروس نيبا نسبة للبلد الماليزية اللي بلش فيه المرض. بلش نتيجة السلوك البشري وتغير البيئة، فقطع الأشجار بالغابات أدى لهجرة الخفافيش للبساتين المحيطة بمزارع الخنازير بماليزيا، وأكل هيدي الخفافيش الفواكه وأكل الخنازير اللي بقي من هيدي الفواكه. تم إيقاف تفشي هيدا المرض بماليزيا عام 1999 بعد إعدام جماعي للخنازير، ولكن رجع ظهر بأماكن أخرى مثل بنغلاديش، سنغافور والهند، وبالوقت الحالي بالصين. ومن هون منقول، وبالنسبة لعدد كبير من الأطباء، ما في داعي للخوف من انتشار هيدا الفيروس وتحوله لجائحة تانية، ولكن مش غلط نضل منتبهين ونستخدم أساليب الوقاية للحماية من كتير أمراض. بعتقد هالجائحة اللي نحن فيها هلأ ضوت لنا على أهمية الصحة. هيدي كانت المعلومة المغلوطة لليوم، لاقوني بكرة بمعلومة جديدة. وهلأ منكون مع فقرة كلنا لبعض. جاد محمد مصطفى هو الطفل اللي اليوم بدنا نجرب قد ما فينا كلنا أنه نوقف حد بعض ونساعده. معي والدته عبر زوم، سيدة سمر عثمان. بصبحك بالخير. خبرينا شوي سمر عن حالة جاد. بعرف أنه عنده نقص بالأكسجين من وقت ما خلق، خبرينا شوي عن حالته ووين صار اليوم جاد من العلاج. جاد خلق بثمانية وعنده نقص أكسجين بدماغه ومعه قلب المفتوح وما بيحكي. دخلته بالوزنه ما بحس انه وقتها ركز، بترك اخواته ما بيعرف حلو من ثاني طابق، صار زيت حلو عندي مرتين، مره عن البرنده ومره من الشباك، وبيدب حلو على النار وبيدب حلو على كل شيء انه ما بيعرف شيء. وعم سنين وصار هلا ما بيحكي ولا بيعرف شيء، اكل انه بس بياكل ما بياكل
عنه وزيته بيحفظ ما بيعرف شيء اسمه. علشت انا شوي وهلا اجيتي سنتين ونص. اوكي يعني الصوت شوي مش واضح. جاد محمد مصطفى مثل ما يعني انا فهمت من والدته انه خلق قبل وقته بفتره معينه وصار عنده نقص بالاكسجين على الراس، وهذا الشيء ادى لتاخر بالنمو او تاخر حتى بالطريقه يعني بالدماغ. بقى هيدا الشيء عم بخليه يكون اليوم ولد مش مثل غيره، ما بيقدر يحكي مع انه صار عمره خمس سنين، ما بيقدر يمشي منيح، حتى انه عنده حاله نفسيه صعبه نوعا ما، لانه حسب ما فهمت من والدته انه جات كذا مره كب حاله من ثاني طابق، وهيدا الشيء يعني اكيد يمكن ربنا كان معه لما ادى لاضرار اكبر من اللي هو موجود فيها اليوم. جاد بعرف انه كلنا يمكن عم نمرق بفتره صعبة، وبعرف أنه كلنا الوضع الاقتصادي علينا صعب، بس بضل في أشخاص عندهم حالات صحية بتستوجب أنه اليوم نحن نوقف حد بعضنا ونجرب قد ما فينا يعني نجمع أموال هيك صغيرة لنقدر نجمع له مبلغ اللي هو بحاجة له ليقوم بالعلاج اللي لازم يقوم فيه. والدته الحالة الاقتصادية والاجتماعية تبعهم ما بتسمح لهم أنهم يقدروا يهتموا بالطفل جاد، ومشان هيك طلبت المساعدة عبرنا، وبهيدي الفقرة كلنا لبعض يلي كل جمعة منجرب قد ما فينا فرجة عن الحالات الإنسانية الموجودة. سمر رجعتي معي؟ عم تسمعيني؟ معك. أوكي، إذا بنحكي اليوم سمر جاد لشو هو بحاجة اليوم؟ هل هي أدوية، علاج، عملية؟ هلا هو الحكيم قال لي إنه عالجتيه بيصير ولد طبيعي. كيف العلاج؟ وبده وقت إنه بس إذا فيك بعد شوي التليفون سمر، بس شوي عنك لنقدر نشوفك بشكل واضح. صحيح هيك أحسن. هو قال لي انه مثلا انه بيصوروا صور لروسو، وطلب لي صوره من سنتين ونص. يبدو انه الاتصال مع سمر منه واضح. انا حسب يعني ما قدرت افهم من سمر انه هو بحاجه لعلاج معين. انا بتمنى من كل الاشخاص اللي عن جد فيها تساعد الطفل جاد انه نوقف حد بعضنا ونجرب نجمع المبلغ لنامن له ادويته، لانه هو بعمر 5 سنوات حتى بعده بيتحفظ، حتى بعده بيشرب حليب، يعني مثل كانه طفل رضيع صغير. بقى بتمنى عليكم ما قدرت سمر كثير توضح لنا الصورة أكثر وتطلب مساعدة. أنا هون بتمنى عليكم أنه نجرب قد ما فينا نساعد الطفل جاد ليرجع على حياته يمكن الطبيعية مثل كل الأطفال يلي موجودين اليوم مع جاد. الرقم محطوط على الشاشة، هيدا رقم سمر والدته لجاد. يعني بتمنى أنه نقدر حتى يمكن في جمعيات ممكن تأمن له الدواء أو الحفاضات اللي هي بحاجة له. رجعت معي سمر. سمر يبدو أنه في مشكلة بالاتصال بيننا وبينك، ما عم نقدر، عم نحاول نتصل فيك، عم نحاول نتصل فيك اتصال عادي. إذا فيك تسكر الفيديو بس ليقدروا يتصلوا فيك اتصال عادي لناخد بس المعلومات الضرورية عن جاد كرمال الأشخاص يعني المشاهدين يعرفوا الحالة اللي عم نحكي عنها. بقى بطلب منك إذا عم تسمعيني طفي الفيديو، رح نتصل فيك اتصال عادي لناخد منك تفاصيل أكثر عن طفل جاد. مثل ما سبق وقلت طفل جاد هو خلق على عمر 8 شهور. صرتي معنا سمر؟ عم تسمعيني؟ ايه عم تسمعيني. اوكي سمر، بس إذا فيك ترجع تخبر المشاهدين جاد لهو لشو بحاجة؟ هل هو علاج؟ هل هي عملية؟ شو اللي أنت بحاجة له للمساعدة اليوم؟ أنا بحاجة لإله أرجع عدله مثلا، أعمل له الصورة وأعمل له صورة قلبه وشوف قد إيه هو إله عاملهم هو للصور سمر؟ إلي شي سنتين، عملتهم من سنتين ونص وما رجعت عدتيهم.
لا لا ما رجعت عدت له شيء لأنه الحالة بدي تعرفي بالأرض. صح، الحالة الاقتصادية ما بتسمح لكم أنه ترجعوا تعملوا له هول الصور. هو هلأ بياخد أدوية مسكنات معينين كمان جاد؟ بس ألف معي مثلا يصريب كثير أو يوجع أو شيء غير البنادول ما فيني أعطيه. يعني بس بتعطيه بانادول بس ما بتعطيه شيء ابدا يمكن لحالته الصحيه اللي هو لازم اكيد في علاج كثير طويل لازم ياخده. كنت اعطيه بس الوضع ما بقى سمح لي، جبت له كملت له الدواء ما عاد سمح لي الوضع، عملت له شيء ابنه. كنت عم بتقولي لي سمر انه جابه حاول كذا مره جاد انه يكب حاله من الثاني طابق، ليش كيف يعني بجرب يكب حاله من طابق الثاني؟ هو هلا انه عنده تأخر شوي يعني بالعقل أو لأنه هو بخاف أو عنده حالة نفسية معينة؟ بتحسي ما بيعرف شيء أبداً أبداً. ما بيعرف يتصرف. لا لا إنه بزت حاله إنه ما كنا نعمل شيء، إنه ما بيعرف إنه إذا هذه بتأذي أو ما هي بتأذي، لا ما بيعرف شيء. يعني على أمل سمر أنه يكون في أشخاص اليوم موجودة ممكن تقدر توقف حدك وحد جاد ليرجع يعيش حياته طبيعية مثله مثل كل الأولاد. بتمنى على الأشخاص يلي فيها تساعد، الرقم موجود على أسفل الشاشة. مشوار ستار مع ندى عيتاني، هالفقرة يلي بننطرها أسبوعيا لنعرف أخبار السيلبريتي اللي نقيتي لنا. كيفك ندى؟ تمام، أنت كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم شو لبسين أبيض؟ إيه اليوم تنيناتنا أبيض فأبيض وكل شيء أبيض اليوم. إن شاء الله أوضاعنا تصير بيضة يعني مثل طبيتنا اليوم. مين الستار اللي عنا اليوم؟ اليوم رح نحكي عن ملك الرومانسية. مين هو؟ وائل كفوري، الفنان وائل كفوري. شو بتحبي أكتر شيء؟ أغنية لوائل كفوري؟ أول ما نقول وائل كفوري شو بيجي على راسك؟ كلهم يعني. يمكن وائل كفوري الفنان المطرب الوحيد يعني. ممكن تحطي السيدي وخلص تنسيه يعني، ما تجربي تغيري تقولي لا هاي مش حلوة بدي أسمع أغنية تانية. صح، بالفعل أغنياته كلها ناجحة. وائل كفوري اسمه الحقيقي ميشيل إيميل كفوري، وهو من مواليد سبتمبر 74، من حوش الأمراء، مواليد زحلة، أخ لميرنا ريما وميلاد. تشرب وائل زينة حب الغناء والموال بالتحديد والغناء الجبلي من والده إيميل يلي برع كتير بهيدا المجال، وكان هو كمان يغني وكان عنده هالأداء المميز، فتشرب هالشي من طفولته وائل، فصار عنده هالأذن الموسيقية، كان يحب كمان التكنيك تبعيت والده فلقطة منه. بنفس الوقت والدته هدى لعبت دور كبير انه هي شجعته ليخوض مجال الفن ويطور نفسه موسيقيا وفنيا. وقديش حلو ينتبهوا الاهل بهالعمر لما واهب اولادهم وينموها. اكيد يعني هون بيعطوا دعم المعنوي للولد، وخاصة بس يكون في صوت مثل صوت وائل كفوري يعني مش ممكن ما فيك تأثبي يعني. اكيد صح، بس انه كمان في اوقات اهل بيرسموا هن براسهم المستقبل أولادهم ومهنة أولادهم، يمكن شيء ما قدروا يعملوه بيجبرون بشي تاني وبيتغاضوا عن مواهبهم. هون كان الحلو أنه في وعي بعائلة وائل لهيدا الشيء، وشجعته والدته هدى. فبعد ما أنهى دراسته الثانوية نزل على بيروت وأكمل دراسته الجامعية بجامعة روح القدس ودرس السولفاج. بيقول انه دراسة السولفاج كتير نمته موسيقيا يعني، كان إلى بيقول هالدراسة كان إلى الفضل ساعدته يمكن طبعاً ليقدر يتمكن أكثر من ويكون محترف أكثر بالتكنيك كلها يعني. هون صار عمر وائل 18 سنة زينة. سمع بستوديو الفن، كان استوديو الفن هون 92-93، قدم على استوديو الفن وأذهل اللجنة والحضور بأدائه المميز والفريد من نوعه واللي نادر كمان بنفس الوقت، وحصل على الميدالية الذهبية. هون أشاد فيه الموسيقي والمسرحي روميو لحود وقال إنه صوت ما سمعنا منه من 30 سنة وائل كفوري. هيدا المقطع كثير بيتداولوا فيه على السوشيال ميديا دايما، المقطع وقت كان وائل كفوري عم بغني باستديو الفن، قد ايه اذهل كل لجنه الحكم. مظبوط، لانه بعم يعني شاب صغير بعده، وقفته على المسرح، التكنيك اللي بيستعملها، حركاته،
نبرة صوته ما بتلاقي فيه، يعني لن يتكرر بعتقد، يعني بعد وين وين امتى وامتى ليتكرر يرجع حدا بيشبه وائل كفوري بهالموهبة. قبل الكلمة انه وائل شارك باستوديو الفن بسنة 92-93 واذهل اللجنة واشاد فيه كتير استاذ روميو لحود بوقتها، وقالوا انه صوت نادر ما سمعوا منه من 30 سنة. كان مشارك معه بهالدفعة ايضا باستوديو الفن زينة، اهم النجوم اللي نجموا اليوم اكيد صح. مثل نجمة الذهبية نوال الزغبي، ديانا حداد، عاصي الحلاني، باسكال مشعلاني، كمان علاء زلزلي وغيرهم من النجوم. بلش اول شيء اطلق بال94 شافوها وصاروا يقولوا البوم ما وع... يعني البوم كان فيه ما وعدتك بنجوم الليل يلي بعدها لليوم عن جال قد ايه غريب ندى هيدا الشيء، ليل ورعد إيه؟ وبرق وريح، انه وين ما كان كل العالم بتعرفهم، حتى اليوم اذا بتروحي على حيلا سهره بكونوا عم بحطوا الاغاني هلا الجديد وبتكونوا حلوين، بس يحطوا هول الغنيات تبع الاغاني تبع قبل طول على الدنيا، لانه بعدهم ما بيموتوا، يعني هدول الاغنيات ما حيموتوا ما بيموتوا، بتحسيهم هلا اصدرهم وائل، يعني بتحسي من شهرين ثلاثه كلمات لقيتهم وقد ايه فيهم حياه، يعني بتحسي انه عبالك تسمعيهم، يعني حتى اذا انت حطيتيهم بيكونوا موجودين بالبلاي ليست تبع كل شخص، انه هول بعد من الاغنيات المطلوبه جدا من وائل لليوم حتى لما يعمل حفلات. المميز بوائل كفوري انه دعم وائل الاغنيه اللبنانيه بشكل خاص، وخاصه يعني انه هو امتاز بالصوت الجبلي والشعبي، وبتحسيه ابن القريه، بتحسيه هو بيمثل لبنان، الارض، الوطن، بتشم تراب الوطن لما تسمعي اغنياته وصوته. اكمل نجاحاته بايضا البوم ميت فيكي بال95، ضمن هذا الالبوم اغنيه دويت مع النجمة الذهبية نوال الزغبي بعنوان مين حبيبي أنا، يعني بعد ما كان الدويتو مقطوع صار له فترة سنين طويلة اجت هالأغنية، وكانت فكرة المخرج الراحل وصانع النجوم سيمون أسمر، وحققت نجاح ساحق وغير مسبوق. بتكون ما حنقدر نسمع شيء اليوم منها اذا هيدا ولا حيكون معنا وقت ناخذ الاوردر من ميراي ايه. مثل ما بتقلنا ميراي اذا معن وقت بنسمع بنرجع مقطع من مين حبيبي انا ليكمل هون. يعني بعد ما مين حبيبي انا نقلت وائل كفوري وايضا نوال الزغبي الى موقع اخر من النجوميه بلبنان والوطن العربي، حتى وصلت ايضا للخارج ونجحت كثير. هون هالشي جعل وائل من اكثر الفنانين طلبا بالحفلات الغنائيه خاصه بمصر. مصر كرمته لوائل، كمان يعني له معزه خاصه عنده، اعطته يمكن القيمه اللي هو كمان بيستاهلها. مظبوط. وهيدا الكليب حتى الديو كنت عم تقولي عنه ندى مين حبيبي انا، بعدنا لليوم اذا بتقولي لحيلا فنانين او هيك انه بنغني ديو او بكونوا بشي مقابله او وين بيجي على راسهم مين حبيبي انا، وكمان الصغار والكبار وجيلنا كل الناس بتعرفها. عن جد هيدي من الاغنيات ايضا اللي ما بتموت ما بتروح موضتها. كمل كمان وائل كفوري بال96 ألبومه الثالث بعد السنتين ليلتحق هون بنفس السنة إلى الجيش اللبناني. هون كان له وقع كتير مميز وائل لما دخل الجيش وخدمة العلم، شجع كتير من الشباب أنه يدخلوا، لما عمل أغنية أنا رايح بكرة على الجيش، عيد الاستقلال، رسالة إلى أمي، عيد العشاق، مكتوبك مليان دموع كمان و12 شهر. وهون كتير تأثر الشباب اللبناني يعني بالوطن عن جد. صار فيه يمكن قبل كانوا يهربوا من خدمة العلم، يعتبروها أنه قصاص ويا الله وكيف بقى نتهرب منها. وقت عمل وائل الأغاني صرت تحسي تسمعيهم تحبي تروحي أنت لتتدربي أو لتعملي الخدمة. نقل يعني نقل خدمة العالم وهال هلا كل الاكتيفيتيز اللي بتصير هونيك نقلها للشاشه يعني إيه؟ على الشاشه الصغيره. مزبوط. وهيدا الشيء يعني هون الشباب تفاعل اكثر وصار متحمس انه بده، صار مثله الاعلى يعني وائل كفوري صار بده يعمل مثله. صحيح. بعد ما خرج من الجيش هون اصدر البوم صار سنه 98، هون اصدر شباك الحب اللي فيها حكايه عاشق، وبال2000 البوم سالوني كمان انت شركه روتانا سألوني كمان ضربت كتير.
وكمل بألبوم شو رأيك. وهون بألبوم شو رأيك بسنة 2001 لحن كتب وغنى بهذا الألبوم. هون بلش يفرجينا مواهب التلحين والكتابة وأثنى الجمهور على هيدا الشيء بأغنية عم بكذب عليكي. ليكمل بعمري كله يلي صداها كان غير شكل، كان جميل جدا. لتليها كمان هون عمري كله كان في بقلبه. عم بتطالبي بس قبل ما كنت عم بتطالبي انه نسمع من حبيبي الطلب. انا عم نسمع من حبيبي انا هلا، اذا بدك هيك نتوقف. يلا بتكون يلا بتوقف معه من كمان نيه، ما فيك تسمعيها هيك بلا ما وكلها هيك بوزيتيف فايبس وتفرفشي يعني لحالك. كثير تحبي كثير تحبي 100%. وين كنا هون؟ كنا عم نحكي عن عمري كله. شطورة، برافو والله، شو لحقتك لتعرفي قد ايه مركزة معك. في تركيز عالي زينة. بعمري كله كمان صداها هالاغنية كان كتير جميل، وكان في هون تبكي الطيور وجن الهوى. يعني مش معقول بتقولي اغنيات، عناوين اغنيات وائل كلها هيتس، كلها هيتس بالالبوم هيت وكل اغنياته هيت. عاده بتعرفي انه بيزمط من الالبوم هيك اربع خمسة اغاني ما حدا بيسمعه، عادي ما كثير ايه عنده. ما بتقطع هيدي مع وائل كفوري. وقرب لي من بعدها كمان يلي اجتاحت الوطن العربي هالاغنيه الحلوه كثير. حصد الميركس دور كذا مره كافضل مطرب لبناني، وايضا اكمل النجاحات بالعام 2006 بالبوم وائل 2006 ليكمل بحن لو حبنا غلطه او لك غلط يضل يا روحي. سي في طويل عريض انا مريان اذا بتكمله ما بيخلصوا. وبالعام 2019 اصدر سينجل اولاد الحرام واستشبهت فيكي، هول كانوا سينجلز مش البومز. هلا ما بقى كنت عم بيعتمدوا كثير، ايه ما كثير بقى عم نشوف البومز فيهم كثير اغاني، ويمكن السينجلز كمان عم ياخذوا ضجه، ياخذوا حقهم اكثر من الالبوم. انا ايه انا هيك اليوم يعني حرام انك تحطي اوقات 12 اغنيه، ما بقى يعني ما بقى له جلاد المستمع يسمع 12 اغنيه. بس انه ما بقى فتره كثير السديات وهيك، يعني صرنا اكثر من خلص عم نتطور نحضر. شو بتحطي هالغنيه اللي انت بتحبيها وبتحضريها؟ ما بقى فيها المبيع وهال، يعني اختلفت كل الامور والتكنولوجيا تطورت، فما يطلبه الجمهور اختلف كمان. وألف فوري شارك بال 2013 زينة بلجنة تحكيم برنامج المواهب دي اكس فاكتور اريبيا، وشفني بقرب ايدل ايضا باللجنة بالموسم الثالث والرابع. هالشي قرب كتير وائل من جمهوره، تعرفوا اكثر على شخصيته هيك اليومية وقديش هو يعني بحب، عنده روح النكتة ومتواضع كمان. صح، وهذا الشيء يمكن لانه وائل ما كتير بيطلع بمقابلات او ما كتير يعني ناشط على حتى عبر التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح. ما بيعرفوا العالم كثير عنه، عن شخصيته ما بيكون هيك مبهم شخصيته بالنسبه للجمهور. صحيح. بحب اغنياته، بس اكيد هول البرامج دائما تبول لجنة التحكيم بفرجوا يعني بقربوا الفنان من الجمهور، بشوفوه دائما عم بيتفاعل مع الشخص العادي او الاخر بطريقه بشوفوا هيك الكوتيل الحقيقيه تبعه، يعني الشق الحقيقي تبع الفنان. طبعا يعني وائل المعجبات ما في اكثر منهم، كانه فنان وسيم بالنهايه، وسيم جدا. بال 2011 تزوج من انجلا بشارة بسريه تامه ورزق بميشيل وميلانا، الا انه هالزواج ما انكتب له انه يكمل وانتهى بعام 2019. كما ايضا تعامل بدي اذكر مع شركه ميوزك بوكس بالبوماته لغايه عام 99، واكمل تعامله مع شركه روتانا بالالبومات الباقيه لغايه عام 2010. كان هو كمان اختير وائل كالوجه الاعلاني بال 2007 لشركه بيبسي العالميه بحمله ضخمه جدا، وايضا لشركه ال جي، وكان سفيره لمده سنتين تم تجديد العقد. وهيك يعني من نجاح لنجاح وائل كفوري عمل بصمة بالفن اللبناني، وعمل فينا نقول يعني صار مثال لكثير من الشباب، حتى لكثير من الفنانين يلي اليوم نجحوا كمان ووصلوا لمراحل متقدمة من نجاحاتهم، بس بعضهم بياخذوا مرجعهم في وائل كفوري. بعضهم بيقولوا مثلا أنه نحن منتعلم حتى من أغانيه، يعني بيسمعوا أغانيه ليتعلموا كيف يغنوا كيف يعلوا كيف يوطوا. يعني أنا ما كثير بعرف التكنيك، بس أنا هيك بسمع هذا. هي التكنيك الغنائية مميزة، في ناس هيك بفوتوا شوي هيك تلوينه من لمحه باغنياتهم من وائل كفوري. بيبقى انه وائل كمان تنوع جدا باختياراته،
حافظ على الأغنية اللبنانية، هيدا أحلى شيء ونشرها بالوطن العربي أكثر. هو قد ما عمل شهرة كبيرة وحلوة بحياته، حتى الأشخاص والفنانين ما بياخذوه منافس لإلهم عن جد، لأنه حط حاله بمحل بعيد يمكن شوي عن المنافسة أصلاً. عن المنافسة وبعيد حتى صحيح كمان. مشان هيك هيدا الشيء بريح الأشخاص ليغنوا له، يعني ما في فنان اليوم ما بيغني لوائل كفوري مثل ما بيغني ليمكن العمالقة اللي بيكبروا وائل بكثير كعمر عم نحكي. مظبوط صح. نتمنى له دائما النجاح دائما، اكيد نوجه له تحيه كبيره وهيك للمزيد والمزيد من التألق بهالمسيره يلي ما بينشبع منها اكيد. لا ما بينشبع منها، ودائما صرنا بنحس ندى بالاخر انه الاغاني من اول ما تبلش الغنيه بتعرفي انه هيدي الدقه هيدي غنيه هيدا ستيله. طبعا ليك اليوم كل فنان بيمتاز بهويه بالاختيارات والاغنيه، ان كان بالموسيقى توزيع الاغنيه يلي بيعتمدها الكلمات. وائل اكيد عنده هويه واضحه بكل اغنياته ومسيرته يلي تناولت اليوم الحب الغيرة الخيانة القصص يعني الاجتماعية يعني صح. نوع بكل شيء تسمع الغنية، كل شخص بس يسمع الغنية بحس حاله فيها، وهيدا الشيء بده قوة. ويمكن هون ندى كمان بترجع الأمور لقديه في فريق عمل قوي موجود حد الفنان، بغض النظر عن أكيد طبعا. الصوت الجميل والحضور اللي موجودين عند وائل بقوة، بس كتير أوقات منشوف كمان فنانين يمكن ما اجتهم هيدي الفرصة أو ما عرفوا صار عندهم دعسة ناقصة، لأنه الاختيار كان يمكن أوقات في عندك فنانين ما بيعرفوا يتفاعلوا أو يتعاملوا مع تيم أو يعني فريق كامل يقدروا ياخذوا رأيه، أو يكون شغل بيحب يكون شغل فردي أوقات وبيخطئ بالاختيار أو بيخطئ بأنه مش دايما بيصيب أنه هذه الأغنية رح تنجح أو لا. يكون هيك أوقات في فنانين عنيدين يعني إيه ما بيسمعوا يمكن أو ما بيقتنعوا، بس هون أكيد أكيد ما في شيء بينجح وبيستمر هالقد إلا إذا كان يعني في وراء مزبوط يعني، وخاصة الاستمرارية، لأنه نعرف كتير فنانين حتى ندى نجحوا يعني اليوم، بس بتقولي وينهم وين اختفوا، مثلا عملوا هيت كتير قوي كسر الدنيا وما عدنا سمعنا شيء عنهم. يمكن هون بيجي قدي الفنان معه فريق عمل قوي، معه شركة إنتاج كمان اللي هي اليوم بتدعم الفنان بشكل كتير قوي للتسويق. صح، لانه في فنانين اليوم بيضربوا مثلا، بتلاقي ضربوا بغنيه واو او كمان ضربوا بالثانيه وخلص ماتوا ما عدنا سمعنا باسمه. كثير صعب اليوم يستمر الواحد بانه يعمل نجاح قوي، هو بخوف طبعا النجاح الساحق، يعني انك ترجعي تعملي شيء بمستوى النجاح اللي قبله او تضل اتليست عندك هالاستمراريه. قدر وائل كفوري يعمل هذا الشيء. لكن هذا قولك كمان بعد وائل كفوري عن شبكات التواصل الاجتماعي قد مهم، يعني اليوم بعرف انه في كثير أشخاص بيستعملوا هيدي المنصة كرمال يسوقوا حالهم يسوقوا أغنيهم حتى صح. يكونوا قراب من الناس بيومياتهم، يعني كيف وعينا وكيف نمنا وين عم ناكل وين سفرنا. وائل ما بنعرف شي عنه يعني أحلى. ولا مرة ما هيدا اللي عم يمكن هيدا سر كمان من أسرار الغموض، هو الغموض. عنده هيك هذا غموض بخلي الجمهور دايما حواليه إنه ما بيقدر يوصل لأخباره، إيه بحب يعرف إنه وائل شو عم بيعمل، او اذا طرح شيء جديد بتلاقيهم كلهم ركضوا بدهم يسمعوا شو، لانه طبعا يعني هيدي انك ما تعرفي عن الفنان اللي بتحبيه شيء هيك يومي او عم بتشاركي حياته، لانه بتعرفي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين زينه، يعني اليوم فيك توصلي شيء او تفرجي حياتك، بس اذا كنت مشهوره كثير كمان lack of privacy او قله الخصوصيه مزعجه لكتير فنانين، يعني أوقات في ناس منها هالقد نجمة معروفة وبتنزعج إنه الناس تعرفها على الطريق أو تتدخل بخصوصياتها أو تشوفها شو عم تعمل شو لابسة. صحيح، يمكن حسب كل شخص كيف ما بده، هيدا الميز وائل كفوري كمان، هو بحب الخصوصية أصلا. مزبوط، من صوته لا شكله لا حتى شخصيته الغريبة الغامضة اللي خلت العالم دايما تتساءل أكثر عن أخباره. أنا بدي أتشكر كتير ندى على كل هالأخبار الحلوة عن الفنان وائل كفوري، وبشوفك إن الله رد جماعة مقبل الزين. إن الله رد، وهلأ مننتقل لنعرف أكثر. هلأ رح كون مع السيد وليد بعينه رئيس المسؤول الإعلامي من بلدية كفر دبيان لنعرف أكثر عن هالموضوع يلي يعني بلش عبر السوشيال ميديا بصور من كفر دبيان، واليوم توقف هيدا الشيء ونهينا الموسم التثلج للأسف. يعطيك ألف عافية.
صباح الخير لك ولكل المشاهدين. صباح النور. خبرنا أول شيء كيف بلشت الأمور، ليش قررتوا تفتحوا، كيف صاروا ياخذوا الأذونات، وصلت لصار في هيدا العجقة على البيستات ببلمزار وأدى هيدا الشيء لمشكلة كتير كبيرة. يبدو أنه انقطعت الكهرباء، شيء اللي معودين عليه بلبنان. يعني نحن الموضوع اللي بنطرحه اليوم هو ابدا مش للإساءة، بالعكس هو للتوعية. نحن عم نقطع بفترة شوي دقيقة بخصوص كورونا، عم نشوف انه في اشخاص عم يستهتروا شوي بهيدا الموضوع. بعرف ودائما بقول انه نحن قاعدين ببيوتنا وعبالنا نظهر وعبالنا نغير جو، بس كمان لازم نخلي براسنا انه ظهرة واحدة ممكن تؤدي لأضرار كتير كبيرة بالمجتمع. اول شيء مجتمع معنا صغير اللي هو بيتنا، ومن بعد بيتنا بأشغالنا من كل الأشخاص اللي حوالينا، كرمال هيك لازم ننتبه. بعتقد رجعت معي أستاذ وليد. أوكي، بانتظار نرجع نعود محاولة الاتصال بأستاذ وليد. الموضوع اللي بدنا نحكي فيه أنا وياه هو عن العجقة اللي شفناها ببيستات المزار اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتير أشخاص. كتير انتقد هيدا التجمع اللي صار فوق مع زيادة الوفيات وأعداد إصابات كورونا. يعني هون بنرجع بنحكي عن مسؤولية الشعب، أكيد أنه الدولة مسؤولة كمان لأنه عم تسمح بهيدا الشيء. يعني حتى صار في شوي نوع من سخرية عن هيدا الموضوع، أنه كلهم أخذين أذونات ليطلعوا على الصيدلية بالمزار. عجقة السير كانت بتخوف، وجود الأشخاص من دون أي تباعد اجتماعي كمان كانت بتخوف. كل شخص يمكن بحس حاله أنه هو لا، مش ممكن يصير معه شيء. لا، إذا إجت كورونا خفيفة على بعض الأشخاص، في البعض الآخر أخذينا أنه هي لعبة أو هي مسحة، أو أنه كمان هن عملوا الكورونا وخلصوا، بقى هن بقى ما بقى عطلانين هم. بدي أقول لكم أنه القصة كتير أكبر من هيك. اليوم في كتير عيال عم تفقد أشخاص بتحبها، في كتير عالم عم تفقد أشخاص عزيزة على قلبها بشغلها ببيتها بمجتمعها، إن كانوا كبار بالعمر أو حتى صغار بالعمر. يعني بقى بتمنى عليكم انه يصير في وعي بهذا الموضوع اكثر. استاذ وليد، كنا عم نحكي قبل ما ينقطع الاتصال عن هيدا الاشكال اذا بدنا نقول يلي صار ويلي انطرح جمعه الماضي عن كميه الاشخاص يلي انوجدت على بيستات المزار للقيام بالتزلج، واللي عملت ازمه كبيره على السوشيال ميديا وعلى الاخبار وضجه الدنيا. خبرنا شوي شو صار وعمين هون بتوقع المسؤوليه. أول شيء بدي أقول لك صباح الخير لك ولكل المشاهدين. قطاع التزلج هو القطاع الأساسي والعصب الرئيسي يلي بيحرك المنطقة كلها سوا، بكفر دبيان وببلدات الجوار يلي هي موجودة، واللي على أساسها استثمرت الناس بملايين الدولارات بالمنطقة، إن كان بالفنادق والمؤسسات التجارية. ولما ببلش موسم التزلج كل القطاعات التجارية والسياحية بالمنطقة، حتى بلبنان بمرحلة معينة وقت اللي كانوا يجوا السواح من الدول العربية، كانت كل المنطقة تتحرك. هلأ السنة أكيد الموسم كان مبتور، بلش الموسم مأخر. أول شيء تأخر التلج لنزل، ولما نزل التلج وبلش الموسم فينا نقلع الموسم، فتنا بموضوع اللوكداون. هلأ باللوكداون تعرفي الناس اللي كانت تتكل على موسم التزلج كرمال ليقدروا يضعوا كل السنة، يعيشوا ضاينوا كل سنة، لأنه هذا هو القطاع الوحيد يلي بيعتاشوا منه، اللي أساسه استثمروا. فكان في ضغط معين على الوزارات، وكان في ضغط على البلدية كرمال نفتح موسم بحد أدنى من الأمان وحد أدنى من عدد الأشخاص بالمنطقة. اوكي، يعني هو ان اخذ الاذن بانه تقدروا تفتحوا يعني للاشخاص ليجوا يتزلجوا، بس المشكله صارت انه هي كان مفروض تكون ضمن ارشادات معينه، صحيح؟ مظبوط. نحن مع وزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزيره كان في بروتوكول معين كتب ونبعث على اللجنه العليا للكورونا اللي على اساسها عطى الاذن. البروتوكول هو في عده نقاط، في نقاط كان البلديه مسؤوله عنها، في نقاط كان في الشركه مسؤوله عنها والقوى الامنيه. هلا انا ما بدي فوت بتحديد المسؤوليات بشكل مباشر، بس بدي اقول انه الثغره حصلت ب يمكن عدد الاشخاص يلي فاتوا على المنتجع على الريزورت
بالوقت يلي لازم، انا برايي كان فيه عدد اقل ما الناس ينباع تيكتس. بثاني شغله لانه العدد يلي اتفق عليه كان مزبوط، انما انا برايي كان فيه لازم يكون العدد اقل من هذا العدد. والثغره الثانيه اللي هي فتحت هالحرب الاعلاميه علينا هي موضوع التباعد على المصاعد الكهربائيه. هالموضوع برايي هالثغره كان ممكن انه تتعالج، كان هالثغره ممكن انه يتاخذ اجراءات معينه خلال النهار، لانه صار في اجتماع بعد ما خلص النهار الطويل ونحط خطه لتظبيط لهالاسس كلها سوا. انما مثل ما كنت عم تتفضلي هلا على السوشيال ميديا، بتأسف انه هالمنطقه يمكن هي مش من هلا، خلال حتى الصيفيه وبخلال كل فترات السنه في بتحسي انه فوكس واستهداف، ما بدي اقول استهداف، تضواي على هالمنطقه بس هي اللي منطقه كثير بدي. يعني انتم بتعتبروا اليوم انه انظلمتوا نوعا ما بانه تم تسكير امامكم، بانه ترجعوا يمكن كنتوا فيكم تضبطوا هيدا الشيء اللي صار وتحسنوا فيه، بس السوشيال ميديا ويمكن الضجه اللي صارت ادت على الاقفال التام للموسم التزلج لهالسنه؟ مثل ما بتعرفي انه اذا بتبرمي بلبنان كله ونحن عم نشوف شو عم بيصير بغير مناطق، نحن ما عم نقول نحن بدنا نتمثل بغير مناطق مشان نكون فالتين، ونحن بالنتيجه في عندنا لجنه للكورونا بالبلديه، ونحن عاملين خليه ازمه، ونحن بكل كفر دبيان في عندنا لحديث هلا يمكن 4 حالات بس بكفر دبيان اخذين الاحتياطات بالرغم من كل الضغط الناس اللي بتجي على المنطقه لهون. فهالشيء نحن واعيين له، نحن هالشيء عم نشتغل عليه، والشركه كمان وعيت له اخذين الاحتياطات. صار في ثغره معينه، الاستهداف اللي صار السوشيال ميديا اللي تضوى الموضوع خلال الاجتماع، الشركه خافوا ياخذوا المسؤوليه ويكملوا بفتح موسم التزلج، قرروا اقفال الموسم. انا بتاسف انه يمكن في ناس، هالناس اللي كانوا متكلين بهالفتره، هو اساسا يمكن ربع موسم كنا مكملين فيه، صار في هالضربه اللي صارت وبقيه المراكز التزلج مفتوحه. بدي اقول شغله بس اذا بتسمحي لي، نحن ما فينا نقارن مركز التزلج اللي موجود بالمزار بكفر دبيان او بفقره ببقيه المنتجعات التزلج اللي موجوده بلبنان. لما بتروحي على الارز يما على اللؤلؤ يما على مطرح ثاني بالمراكز التزلج، هي بتحسي انه بيست اما زارور هو منتجع تزلج بس. هيدي المنطقة فيها حوالي 4-6000 وحدة سكنية تقريبا يلي هن موجودين حوالي مركز التزلج، وهالوحدات السكنية بس إذا الروادة يلي ساكنين فيها نزلوا بيصير فيها عجقة بيعملوا زحمة. بقى هذا الموضوع نحن واعيين له كنا وشايفينه، وبنفتح بس كمان شغلة تانية، إنه مش بس السنة أو نهينا الموضوع إذا السنة خلصنا موسم التزلج لما أخذنا إجراءات معينة انتهت المشكلة. المشكلة عم نعاني منها كل سنة بالمنطقة فوق، لأنه المنطقة بحاجة لبنى تحتية نفط عن جديد. هاي المنطقة يلي هي تقريبا أكبر منتجع تزلج بالشرق الأوسط، واللي هو عم بحرك العجلة الاقتصادية بلبنان بعد البنى التحتية تبعه معمولة من سنة الستينات، لما كان بيست سكي يستوعب 500 متزلج كل يوم. اليوم المنتجع بيسيع 6000 متزلج، البنى التحتية بعدها هي ذاتها لبل صارت أسوأ، وهالشيء اكيد بيتخطى قدره بلديه مع طرقات طويله عريضه. اليوم في عندنا مسرب واحد الناس بتطلع وبتنزل على سكي. كل سنه عم نعاني من عجقه السير، كل سنه عم نعاني من المشاكل اللي عم بتصير بالنسبه للرحلات واللي طالعين لفوق عم بيختلطوا مع المتزلجين. هذا الشيء بنطلبه من الدوله انه بدهم يحطوا اولويه هالمراكز التزلج. اذا بتطلعي ستنا شوي صغيره بعد هالمركز التزلج على طريق البقاع حاطين كانوا التزام 5 مليون دولار على حيطان من دون اي فايده. صح، يعني يمكن هون كمان بيرجع الدور الاساسي للدوله وللرقابه يلي طبعاً لازم تكون موجوده على الارض. انا بدي اتشكرك كثير استاذ وليد بعينه، وبعرف انه كلنا اليوم عم نمرق بفتره اقتصاديه صعبه، لنقدر نمرق بهيدا الشيء لازم نرجع على اشغالنا، ولنقدر نرجع على اشغالنا لازم نحن كمان اليوم نكون واعيين على اول شيء على حالنا وعلى اللي حوالينا، وحتى اذا تواجدنا بمحل حال كان في غياب للقوى الأمنية أو للدولة يلي أصلاً عامة تعودنا علينا وعما، يعني لازم نحن كمان يكون عنا الوعي الكافي ما نوقف حد بعضنا ونجرب قد ما فينا نقوم بالإرشادات اللازمة لن نكون نبعد الكورونا عنا ومش نأدي أكتر لتكاثرها. بتشكرك عن جديد، وهلأ بننتقل لضيف اليوم.
يارا كركما صباح الخير. هاي كيفك؟ منيحة وعايتك اليوم بكير، عم تقولي لك بتقومي انت بكير هيك. انا بقوم يارا، عندي ثلاث بنات ببعوني، عندي تصوير ولا ما عندي تصوير الساعة 6؟ يعني تعودت. تعودت. يارا خبريني شوي، كنت عم بقرا هيك عم بعمل ريسيرش عن يارا قبل ما تبلش تغني، عرفت انه يارا اخصائية تغذية. مزبوط. صح؟ خبريني ليه عملتيها؟ لانه لازم نحن دائما اهلنا لازم تتعلموا وتخلصوا عملكم تعلمكم ترجعوا على الموهبه اللي انتم عبالكم تعملوها، او لا انت بتحبيها وبتشتغليها؟ هلا كله اكيد في تاثير للاهل، من الاهل، وفي كمان انه انا كنت دائما عم أقول ببالي انه اذا بدي فوت بدومين الفن عارفه انه الفن بده يلقطني لعنده، يعني بتفوتي وبتعلقي. سو ما كان بدي انه بس اتكل على الفن، واول شيء انا اصلا كنت مبلشه بالغنى كهيك هوبي. هلا صارت شوي جديه اكثر، سو قلت انه لا، كنت مصره انه كفي درسي واخذ شهاده وهي تكون مثل سلاح لإلي. اوكي بس انت هلا ما بتشتغلي، يعني ما عندك؟ لا اخذك الفن اصلا يعني. بعدني هلا عم بعمل ماستر، يعني بعد ما خلصت. اوكي بس مثل ما عم تشوفي هلا الفن كتير ما في شغل، يعني صح يمكن هون بيرجع الواحد اوقات قد ايه لازم يكون كمان تارك شيء بايده، خاصه نحن عم عايشين بلبنان، يعني لازم نكون نشتغل شيء 6-7 اشغال لنقدر نعيش بس 100%. مش لننبسط. يارا كانت بداياتك مع الاغاني الكوفرز؟ صح. يعني يارا هي الشخص يلي بتنقي غنيه ضاربه كثير او حلوه كثير وبتغنيها بصوتها، بس يارا كمان هي فتاه عندها صوت اكثر من جميل وناعم، وكل العالم بتحكي بيارا كركماز انه قد ايه صوتها مميز عن كثير من الاشخاص كمان غنوا الكفرز يمكن او نجحوا. ليه نقيتي تفوتي بهذا الشيء؟ انت بتعرفي انه اذا شخص بده يعمل انتاج لاغنيه خاصه لإله هذا موضوع كثير كبير وبده كثير بلانينج، وفيك يعني في كذا شق لهذا الموضوع، يعني بدك تفكري اول شيء كيف بدك تنتجي غنيه، كيف بدك تتكلفي عليها، كيف بدك تعملي تسويق مزبوط لها كرمال توصل، لانه اذا عملتي غنيه ما بيكفي، بدك تعرفي كيف تعملي لها تسويق وماركتينج لتقدر تضرب. وهذا الشيء يمكن انت ما كنت وقتها حاصله عليه، فكرتي انه خصوصا بهذا الزمن، يعني هلا بطل في شركات انتاج مثل قبل، بطلنا بالزمن تبع نانسي عجم ونوال، هلا بطل في شيء، ما في شيء نحن عن بعدنا بس صامدين. سو قلت ببلش بكفرز لانه اصلا اوريدي بيكونوا اغاني هن ضاربين والناس حابينهم، وانت انا بهالطريقه بدس نبض الناس. صح. باي اغنيه ممكن يحبوني باي لون، ونجحوا معي. شو بدك تسمعيني هلا من الاشياء اللي كثير نجحوا معك؟ انا كثير بحب صوتك وكثير بحب الاغاني كيف بتغنيهم، سمعيني هيك شي غنيه من كمان الاشخاص المشاهدين بحبوا يسمعوها. في ماشاب انا عملتها دمجت بين التركي والخليجي، وهذه كانت من انجح الكوفرز اللي عملتهم، وكنت من اول الاشخاص اللي بغنوا تركي، سو هيدي كثير بحبها، رح غني لك اياها. يلا الميكرو حدي. يلا. দুই দুমকে বিরিয়ারুল মুশসানা আশকন জেহরুল মুশবানা সেফদান জাহান্নাম কলবিন মিসকান উলদু আমা উমরুম দেমেয়না হিয়ান্দম হিয়ান্দম ইয়ান্দম আল্লাহ sana küstüren kaderi ahdım ah yollar yollar kaybim aldılar ihanetin mührü çözdü hadi bana حلوة حلوة حلوة. يارا بتحفظي انت الاغاني التركية او انت بتعرفي اصلا شوي؟ لا انا ما بعرف تركي. بتفهميها يعني بتجربي تفهمي الغنية لتعطي هالقد احساس فيها؟ اكيد. هلا انا ما بحكي اللغة التركية، بس لما احب غنية تركية بحط براسي انا بدي احفظها،
وبفوت وبترجم الليركس اكيد تكون فهمانه شو عم غني. ايه لانه بنحس انت عم بتغني انه في احساس حلو عند يارا، يمكن هيدا الشيء اللي اكثر شيء بيميزك فيه هو الاحساس اللي بتعطيه. يارا خبريني شوي علاقتك مع السوشيال ميديا، بعرف انه اليوم السوشيال ميديا كانت يمكن البوش الاكبر لك لتقدري تبيني صوتك، خاصه انك عم بتغني اغاني مثل ما قلتي لي من دون انتاج، يعني ما في شخص عم يشتغل اليوم على كليب، عم يشتغل على الماركتينج لتنزل على التلفزيون بشكل قوي. كيف علاقه يارا والسوشيال ميديا؟ اوكي هلا ما فيني انكر انه السوشيال ميديا هي اللي وصلتني واللي يمكن وصلت اسمي وخلت انه كثير ناس يشوفوني ويشوفوا شو انا عم بعمل اعمال، مع انه اوقات بحس حالي تعبت من السوشيال ميديا وبدي هيك كانه ابعد وبطل طايقه التليفون، بس هي كثير ساهمت بنجاحي. بس اكيد مش كل الاتكال على السوشيال ميديا، يعني هي كفيرست ستيب بتتكلي عليها لانه بتوصل صوتك لكثير ناس وبتخلق لك كانه فانز. صح. بس كستيب 2 يلي انا هلا فيها، واحد مفروض يتكل اكثر على الحفلات اللي بيعملها، قديش الناس بحبوه بصيروا يلحقوه من حفله لحفله، قديش هو قادر يقف قدام الناس يغني من دون ما يفرق صوته من دون ما ينشز. حسيت بهيدي النقله يارا؟ يعني حسيت من نقله السوشيال ميديا لنقله يارا اللي بالمنظمين الحفلات بدنا اياها تكون يارا بال؟ اكيد. يعني انا بلشت اول شيء على السوشيال ميديا مثل ما قلت لك كنا بال 2016 وقت اللي ما كان اصلا دارج موضوع الكوفرز، يعني كان في يمكن انا وشخصين ثلاثه بلبنان بلكي بيعملوا كوفرز، وكان بوقتها لها رهجه مش مثل هلا في كثير فنانين وكل يوم بتلاقي مليون كوفر جديده. سو لما بلشت اكبر شوي شوي وانعرف اكثر اكيد صار في كثير متعهدين بيحكوني وبيعرفوا اسمي، وحتى قبل كورونا كنت كثير يعني عم سافر وغني برا، بس بتعرفي هلا كل شيء انضرب. كورونا وقفت لنا كل شيء. يارا بدي تغني لي هيك شيء ماشاب حلو بين غنيتين، لانه انت كمان كثير انعرفتي كيف بتنقي، يعني كيف بتعرفي تفوتي غنيتين مع بعضهم بطريقه كثير سلسه بلا ما يحس الشخص انه نقلتي، تنقليه من احساس على احساس ثاني، وهذا الشيء حلو. فينا إذا بدك شو حلو ثلاث دقات بما أنه كثير ضربوا بوقتها. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله، إمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك ده فيه تقال موال، ويعيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي فات. الله الله يا يارا. يارا شي مرة حكيك شي فنان غنيتي له كوفر قال لك حلوة حبيت أو لا؟ عادة ما كتير بيعبره. مش فنان غنيت له كوفر، بس في كتير فنانين بنتواصل أنا وياهم، مثلا نينا عبد الملك، في ناتاشا، كذا حدا ما بدي أنسى. إيه. بس قصدي من الأشخاص اللي أنت غنيتي لهم أغانيهم المعروفة والأغاني القوية اللي ضربت، ولا مرة مثلا حدا منهم دق لك قال لك يارا شو حبيت هالغنية بصوتك؟ لا ولا مرة، بس مثلا عرفت بالصدفة من شخص بيقرب زياد بورجي إنه كتير انعجب بالكوفر وكتير كان حاببه، فهيك بس لا ما صار في تواصل ديركت بينه وبين حدا منهم. اوكي. يارا كنا عم نحكي انا وياك شوي عن السوشيال ميديا وعن الاغاني، وعن قد ايه بتحسي انه الكفرز اللي غنيتيهم والاغاني اللي اعتمدتيهم هن اللي وصلوك لانه الغنيه ناجحه، او بتحسي لا العالم بتقلك اوقات كثير انه نحن حبينا هيدي الغنيه بصوتك اكثر من ما حبيناها يمكن بصوت الفنان؟ وقد ايه انت لانه بتغني كمان لشباب، وبنعرف انه الشاب والصبيه في كثير فرق بالاصوات وبتبقى الغنيه معموله لإله عقد صوته، بتغنيهم انت وبيطلع اداء اوقات كثير احلى من الغنيه الاصليه. هي بس الفكره انه مفروض الواحد يكون عم يعرف شو عم بنقي اشياء تلبق لصوته، وانا هذا الشيء عم بعرف كيف اعمله، يعني ما بنقي شيء مش لبق لانه انا بالنهايه بتبهدل. هلا الاراء بتختلف، في ناس بيلاقوا انه انا عم غني احسن احلى من الفنان يمكن، وفي ناس بيقولوا انه غنتها بشكل حلو بس بضل عندهم انه الغنيه بصوته يمكن عندها هيك الخاصيه تبعه. صح، بس
هلا اكيد الغنيه اللي بتكون اوريدي ضاربه بتساعدني اكثر انه انا يوصل صوتي فيها، بس هي كمان الاحساس اللي انا عم بعطيه، طريقه الاداء. يعني في كثير ناس يمكن يعملوا نفس الكوفر اللي انا عم بعمله بس ما يلاقوا كثير محبه من الجمهور. ايه يمكن اصعب حتى يارا، لانه اوقات ممكن انت تغني غنيه الفنان اللي بيبقى معروف بيبقى محبوب وعنده جمهوره، يعني صح. انت اذا بتغلط شوي فيها او بتعمليها باداء منه كثير حلو يمكن هيدا الشيء رجعك لورا ما يقدمك لقدام، هيدا الشيء اللي ما صار معك لانه كنت دائما عم تنجح بكل الله. اغنيه عم تعمليها. رح نشوف هلا هيك مقطع من كوفر انت عملتيه وبنكمل. شرا انه هالغنية كثير حلوة. ميرسي. هيدي غنيتك الخاصة يا ري اللي عملتها، هي أول أغنية خاصة بتعمليها؟ صح. لإلك. عاملين قبل عاملة ديويات. أنا أوكي. أنا وشاب غنينا سوا ديويات، بس هيدي أول أغنية سينجل لإلي. لإلك. خبرينا شوي عنها، قررتي إنه تصوريها فيديو كليب كمان، يعني قد إيه هيدي الغنية اليوم بتعني ليارا وقد إيه ضربت وكيف كان التفاعل؟ اول شيء انا بدي اقول مرسي كثير لجاد الخوري اللي هو كاتب وملحن هالغنيه، وكوكو بي اللي هو وزعها. اشتغلنا عن جد من كل قلبنا على هيدا العمل، وهي كثير غاليه على قلبي لانه اول سينجل مثل ما كنت عم اقول لك. كثير اخذت ضجه، انا متابعتك على السوشيال ميديا يارا وبشوف قد ايه بتنزلي ستوريز لعالم حبوها. شو بتحسي سر نجاحها هالاغنيه؟ يمكن قريبه قريبة وسلسة وهينة، يعني ما فيها شيء صعب. دغري بتعلق على الدينة عن جد، يعني مين ما سمعها بيقولوا لي دغري حفظناها، وبتعلق بالراس بضلهم عم بيرددوها. سو هيدا الشيء يمكن يلي خلى الناس تحبها، وانا قصدت نقي غنية هيك سهلة ايه وبتشبهني، يعني انا بنت جان واول طلعت حتى الكليب بيشبهك، والاجواء اللي عايشتينا اياها بالفيديو صح. كليب هي هيك شيء كثير شبابي مهضوم. سو سيمبل وحلو. ايه. صحيح. شو بدك تسمعيني هلا اخر شيء؟ هلا عبالي مارق شي لست فيروز. يلا اكيد. رجعين يا هوا رجعين، يا زهرة المساكين، رجعين يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى، رجعين من ودع زمان، من روح لزمان، ينسانا على أرض النسيان، من ودع زمان، من روح لزمان، ينسانا على أرض النسيان، منقول رايحين منكون رجعين، على نار الحب ومش عارفين. رجعين يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى، رجعين. شو حلوة، يعني دايما أكيد ست فيروز ما فينا نقطع حلقة لما نسمع صوتها وبصوتك الحلو. يارا يارا إذا بقلك اليوم شو عندك هيك حلم أو شيء بعد ما عملتي؟ أكيد بعرف أنه نحن بعدنا ويارا أنت بعدك بأول عمرك ودجا إجا كورونا، يعني بعدنا عم نحكي انه هالسنتين مش لازم نحسبهم من حياتنا 100% اكزاكتلي. اوكي سو شو بتحسي انه انت هيك عندك شيء على بالك بعد تعمليه؟ هلا اكيد بحلم مثل كل شخص بهذا الدومين انه نوصل للنجوميه،
صير من الأشخاص اللي بالكلاس A. شغلة منا هينة، ومثل ما عم تقولي أنا بعدني بأول طلعتي وما صار لي كتير بالدومين، يعني شي 3 سنين ونص 4 سنين. في ناس بينطروا 10 سنين أو أكتر شوي عن جد تيضربوا ضربته. يمكن اليوم هيدا اللي ميزك يارا، صوتك الحلو وهضامتك وقربك من الناس. أنا بدي أتشكرك على وجودك معي، كتير انبسطت لك وبتمنى لك كل النجاح. أنا بتشكركم لكم مشاهدينا لأنكم تابعتونا.